ديت من الطريق اخويا تا ولينا داخلين في حفره غارق فيها انا والموطور. شو حالتي؟ كنت غادي نتفون دافع صح. شو الحفره قداش؟ وريهم اخويا الحفره. غادي اخويا البرنوسي انا غادي نمشي نقضي غراض عندي شوال. واه كلا لا دوله لا والو اخويا. ما شو الدنيا لا قوادس لا طريق مصيبه اخص هذا المشروع هذا اخويا. سمعتيني؟ وانت دابا دايز الموطور كيفاش تخشي فيه؟ اجي دايز اخويا تتخشي تفونديت في الحفره لا خلاص صاحبي شو ديالو؟ ما نديرش لي نقطه ديالو اصاحبي. شو القادوس قداش كون دخلت فيك وغرقت فين الموطور اصاحبي؟ يعني كنتي غتمشي هكا وكنت غادي نمشي ضاحيه اصاحبي. شو لا دوله لا طريق مزيانه مازال هنا راه تيبان لك هكا تمشي للمشروع. جيتي من راس الزهراوي وتشوف اخويا شي حاجه تما ما عمرك مشيها لا طريق مقاده لا. اش نقول لك اخويا راه سبحانه وتعالى ترى ودي راه كاين لا دوله لا والو اخويا. الموطور خسر دابا غادي البرنوس بغا نمشي نتفعل السونتر فلوس اصاحبي. احنا طحنا اون بوان دابا الموطور ماشي مشكله صاحبي. شي الموطور يتعود صاحبي حالتنا حنايا فهمتيني يا خويا. نطلبوا المسؤولين يديروا لنا شي حل اخويا. فهاد الناس اللي ما كانوش ساكنين القادوس هو هذا اللي نشوف اخويا. هذا هو القادوس شوف قوادس صاحبي. فت واحد طحت في واحد ولا طحت فيه فين واقف السيد دابا شي الله يرحمك الله سبحانه وتعالى. هذا اخويا ولا طحت فيه. شوف كنا غادي نتهرسوا صح. الموطور راه ماشي مشكله صح. كنا غادي نتفونداو وندخلوا في القادوس صح. الحمد لله نجانا الله. الموطور راه يتعود يتصايب. حنا اللي ما غاديش نتصايبوا شي الموطور والله تيتصايب. ولكن نطلبوا من المسؤولين يديروا لنا حل صح. راه ديما بحال هكا صاحبي ما تتصبش ديما بحال هكا الغرقانه صح. سمعتيني اخويا؟ شوف واللي فيها الخير الله يهتينا فيها. هاك اخويا خدامينا السيد ديروا خدمتكم اخويا ديروا خدمتكم. تنصوروا عادي وارا تنصور راك غادي نموت صاحبي انا هنايا. سي طاح القادوس راه تيهضر عليها. شنو غادي تولي شنو نديرو؟ حشومه صاحبي والله تحشومه. اخويا هضر. سمعتيني اخويا؟ شي هنايا مازال راه اسمعني اخويا. طحت في قادوس تزقلت من هذا طحت في هذا صاحبي. شو حالتي كي نديرها؟ خرجنا دوبل في من الدار. شو قلت لك الموطور كنتي تعرف واش الموطور ماشي مشكل. الموطور راه يتصايب اصاحبي. شو حالتنا حنا كي نديرها صاحبي؟ كنت غادي نموت اصاحبي. شو القوادس قداش؟ شوف وريهم اخويا صور لهم وريهم الوسط. هنا فين طحت يا اخويا؟ فين طحت يا اخويا؟ شوف يلاه داروا هاد الحديدات. كنت غادي نموت اصاحبي. ما كانش كيبانكش ياك الماء راه ما كانش. لا صاحبي المسؤولين يديروا لنا حل اخويا فهمتيني؟ انا سيدي هي ديال المسؤولين ما كاينش والو. اش هنا مازال شويه غتمشي للمشروع؟ لا طرق انا مصايبه. لا اش نقول لك اخويا راه لا حول ولا قوه الا بالله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.